فبالتالي السعاده بتيجي علينا لما بنشوف اداء نادي الزمالك بغض النظر عن النتيجه. فالنهارده نادي الزمالك بيأدي اداء جيد وكره محترمه، الكل يسعد بيها ويفرح بيها. ودايما صح. كان الكابتن حسن هنا في الدسات اللي فاتت بيزعل لما بيشوف اداء نادي الزمالك ما فيش الكره اللي احنا بنحبها، كره حلو الفن والهندسه اللي بتقال دايما عن نادي الزمالك. فبالتالي النهارده ده بغض النظر عن النتيجه، احنا طلعنا الشوط الاولاني والنتيجه 0-0 بس بنثني على اداء نادي الزمالك. فده اللي احنا دي حاجه نتمنى انها تزيد مع الماتشات الجايه باذن الله. المباراه النهارده كانت باينه من البدايه، يعني كانت باينه من البدايه الزمالك شبه سيطره كامله على المباراه، كانت في حلول كتيره جدا في اداء نادي الزمالك النهارده. مجموعه اللعيبه موجوده بتلعب كره بسلاسه بشكل كويس جدا، عندك جبهات. انا حتى سميت في اللي وانا بذيع مع الدكتور طارق، سميت الجبهه اليمين جبهه حازم امام، وهنا جابت حازم امام في وسط الكوكبه دي معاك لعيب حازم خبرات عاليه جدا، خبرات كبيره. فبالتالي وجوده في المكان ده مع عبد الله جمعه او احمد مدبولي كان بيساعدهم بشكل كبير في التحرك، بيديهم المساحه اللي يتحركوا فيها، لما بيجي هو يطلع بيدخل الراجل التاني جوه. فاعتقد ان النجاح نادي الزمالك كمان في الجبهه اليمين النهارده. الثلاثي بتاع نص الملعب النهارده في تفاهم كبير، يعني طارق واقف ثابت باستمرار، داوده بيزيد، أشرف رؤى بيزيد. كنا بنتكلم بين الشوطين في الزياده العدديه والكثافه العدديه داخل ال 18، اعتقد الهدف الثاني والثالث بياكد كلامنا ان لما يكون في زياده عدديه الراجل راح وقلشت من راسه راح اتطبت لعبد الله جمعه. وعايز اقول كمان الكباتن اثنى على عبد الله جمعه، اللعيب الكبير دايما واللي بيبقى نجم دايما بيبقى صاحب قرار في الملعب. صحيح. فواضح من صغره سنه وفي لعبه كله ان هو صاحب قرار كابتن حسن في الملعب. فالراجل قبل ما تجيله الكره ابراهيم عارف هيعمل فيها ايه. صحيح. في ضربه الجزاء واخد القرار ان يعدي، عدى وخد ضربه جزاء. في الهدف واخد القرار ان يحطها في الزاويه الضيقه جدا، حطها. ادي الهدف اهو معاك يا كابتن، اتفضل يا كابتن عبد الحليم. الثالث ده. الهدف الثالث محمد اشرف رؤى. يعني الثالث ده عامل سبوت على رؤى. نبص هنا بص كام لعيب جوه ال 18. اولا هنقارن بين الحاله الهدف ده والهدف الثالث كمان وبين الشوط الاول. الشوط الاول معظمه كاسونجو بس الواحد جوه ال 18، الزمالك كان بيعمل شغل كويس جدا في بس كاسونجو جوه ال 18، ودي افضل بقى نقول من هنا للسنه الجايه. الكثافه عبد الحليم، الكثافه العدديه الفريق الداخليه هنا قليل عن الشوط الاول. طبعا. بس دي بعد الهدف الثاني بس هو يعني دي بعد الهدف الثاني بس هتلاقي خمسه ضد خمسه. بس دي من ضمن الايجابيات ان رغم ان الداخليه فتح الا ان بقى في خمس لعيبه موجودين. الكلام ده كان كابتن حسن، كابتن فاروق كان موجود، احمد كان موجود في الشوط الاولاني. لا انا اعتقد الراجل اخر ربع ساعه في الشوط الاولاني ابتدى يزق عبد الله جمعه تحت كاسونجو، ابتدينا نشوفه جوه ال 18. بين الشوطين واضح ان الراجل بس هو فين لو سمحت، واضح ان الراجل اتكلم في دي واتكلم فيه بشكل كبير جدا. هدف زي دوت بص رؤى فين بالظبط؟ وقرار جاي قرار. جاي من تحت كمان غير مراقب كمان. تمام يا كابتن كده. يعني الزياده العدديه المكان الطبيعي في حاله الهجم، وده طبيعي مكان نموذج ان انا اجيب هدف، ده رقم واحد. رقم اثنين بص كاسونجو فين، بص حازم مكمل فين، بص الراجل اللي على 18 كمان فين. يعني حتى في حاله الراجل ده ولو تقل شويه انا بتهيألي برضه كابتن عبد الحليم انتشار لعيبه نادي الزمالك افضل بكتير جدا. يعني اصله خمسه قصاد خمسه اهو، خمسه قصاد خمسه، لكنه هنا انتشار اللعيبه وتحركهم حوالين منطقه ال 18 افضل بكتير من لعيبه الداخليه. تشوفها كمان ابراهيم اكتر في الهدف الثالث، يعني شوف مين اللي قطع على القريب. مش كاسونجو، لا راس حربه بتاعك لا ما كانش داوده. وبص داوده اما لعب الكوره جاي منين؟ ده كان هو على فكره كان جاي من نص الملعب لعب كره راح مكمل. صحيح. بص لما الكره اتلعبت بص عبد الله جمعه كان فين، الزياده الطبيعيه بتاعته. يعني زي ما الكتاب ما بيقول في كره القدم. صحيح. بص كاسونجو كان فين، كان على البلانتي. فاحنا عايزين نقول هنا مهما تعمل شغل من على الاطراف او من العمق لازم محتاج الكثافه العاديه جوه ال 18. لما انت كثفت جبت جون واثنين وثلاثه. لو لعبت من هنا للسنه الجايه وما عندكش كثافه عاديه جوه ال 18 من الصعب انك تجيب جون.